السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم يا محمد، فيديو جديد موديوهات لعبة هانترز ايو. يلا بينا يا جماعة، النهاردة نعمل ابجريد للميسول. كويس جدا. طبعا الشبات دي انا شرحتها كلها بالتفصيل على فكرة في الفيديوهات السابقة، بس يلا نعمل بقى ابجريد للميسول. الميسول يا جماعة، الميسول يا جماعة، تركز على اللي انت محتاجه. الاثريال اقوى حاجة للاستف، خلي بالك اقوى حاجه للاستاف دي معروفه كلنا يعني عارفين ان الاسيريال ده المميز جدا في الاستاف كله، خلي بالك بجد مش هزار. طيب نعمل له ابجريد ازاي؟ طبعا بنروح للفورج، ميس فورجينج اهو تالت اختيار، فنعمل كده يا معلم ابجريد زي ما انت شايف. طبعا لو انت جربت حظك وعملت يعني تسريع، فاهم، انت جربت حظك كده، فنشوف 35% النسبه، ما اعتقدش انها تنجح. مش بقول لك ما اعتقدش انها هتنجح، فشلت اهي وخسرنا البروجرس. تقدر ان انت برضو تشتري تاني وتالت ورابع. الواحدة ب 30,000 سبيس، خلي في بالك، ركز ثم ركز زي ما انت شايفه. يلا بقى نجرب تاني اهو، اشتري تاني برضو عشان خاطر ان احنا نعملها ليفل 3 مثلا، بعد كده نعملها ماكس وهكذا زي ما انت شايف. النسبة كام دلوقتي؟ 71%. نجرب حظنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هوب خسرت تاني برضه. اوعى بقى تجرب، اوعى تجرب حظك في التسريع، نصيحة والله، ما تجربش حظك في التسريع، اوعى بقى، فهمني ازاي؟ نصيحة مني ليك، هتخسر يعني هتخسر. نسجل ازاي في اللعبة؟ أول حاجة من خلال الريجستر، الرابط بتاعه في الوصف، تكتب اليوزر نيم والايميل والباسورد والباسورد تاني، بعد كده الكود، بعد كده ساين اب، صفحة داونلود، التحميل، تحمل الكلينت كله افضل لك عشان ميحصلش اي مشاكل نهائيا. الايفنتات حلوه جدا على فكره، هنا في ايفنت اسمه تريجر بوكس بيديك جوائز كويسه جدا. الانيما ابجريد هنا يا جماعه، في سيستم الابجريد للانيما ده معروف، ده معروف، بس انا حاسس ان هنا الانيما الابجريد بتاعها ممتاز. بص كده نجرب، عايزين نقلل من ده شويه، ب 4 انيما، ب 7 انيما، ب 11 انيما، هتبقى ب 8، ب 10، حلو جدا. ابجريد بقى نجرب حظنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هوبا 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 هوبا، يلا ب 11 انيما، من ب 10 ب 11، حلو، 2 ب 11، الى الابجريد شغال كويس على فكرة ما شاء الله. خسرنا واحدة، تعالي بقى نجرب حظنا، هوبا ب 12 انيما، الابجريد بتاع الانيما شغال كويس جدا. سيرفر حرفيا ممتع ولذيذ، احدث اصدار، كل الارشيفات شغاله كويس جدا، ما فيهاش ارشيف مش شغال. انا عن تجربه والله، يعني انا مجرب ارشيف دراجون وورير كويس جدا زي ما انت شايف كده. هنروح الاسكلات متظبطه بجد مش هزار، زي ما انت شايف الاسكلات كويسه جدا اهي. السحب ممتاز، الضربه عاليه عاليه العال والله، يعني شوف اهو، بص بص اه، ده دليل ان اللعبة فعلا حرفيا متظبطة. كمان يا عيني يا عيني، صاحبة مايكل جاكسون دي وغير دراجون سلاش طبعا المميزة اللي اتغير شكلها وبقت اقوى بكتير جدا بعد ما اتعمل تحديث لارشيف دراجون وورير زي ما انت شايف. على فكرة الدمج بتاع الضربة دي انا مجربه قبل كده، كان بيطلع ب 80,000 لو اكونت ماكس قدام الداون اكونت ماكس، عارفين انا مجربه، بس طبعا عشان انا بشرح فانا بقول لكم ان هي حرفيا ممتازة. اعلى حاجة ان انا حريف والله دراجون ستاش على كده، مخدتش بالي. استنى كده نجرب اهو، يا عيني فيش واحدة فلتت خالص والله. ما شاء الله ما شاء الله، لا حريف يا هوبا والله زي ما انت شايف اهو. سرعة اللعبة كويسة جدا، الضربات كويسة جدا متظبطة، فحاجة جميلة جدا. ده كان نهاية الفيديو، انا قلت بس احب اكد لكم ان السكيلات حرفيا متظبطه، الارت سكيلات ارشيف كويسه جدا مفيش اي مشاكل.
كان معكم يا محمد من فيديوهات لعبة هانترز ايو، وحدك دمكم باستمرار من خلال عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.